السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رياض محرز وين يكشف نواياه المستقبلية مع مانشستر سيتي. ناس بنا وين قرر جناح الجزائري رياض محرز الرد بصورة غير مباشرة على أنباء التي انتشرت مؤخرا حول شكوك بخصوص مستقبله مع السيتي، ويستعد وين غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إجراء بعض التغييرات بتشكيلة الفريق الموسم القادم بعد قدوم المهاجم النرويجي هولاند. يا سيد حضر بنا، ومن ضمن أبرز التغييرات يأتي خروج المحتمل لخيسوس إلى أرسنال وراحيم ستيرلينغ لتشيلسي، مع ظهور تكهنات حول مستقبل محرز. ناس يقول لك هل يرحل محرز هل ما يرحلش، يعني عن مانشستر وين صاحب 31 سنه مر بموسم اكثر، يعني وين قدم مستويات يعني كبيره ايجابيات كبار مع السيتي، ولكن لم يتم تجديد له حتى الان مع دخوله في العام الاخير من عقده. وحتى وين قال لك حتى زوجته لا تعارض التغيير، ولكن هل يحدث ذلك الان؟ ومن جانبه قال فابريسيو رومانو خبير انتقالات أن محرز يشعر بالهدوء التام خلال خططه المستقبلية وسط حالة من الغموض حول مصيره. ورصدت صحيفة إنجليزية قيام محرز مؤخرا بتسجيل إعجابه بمنشور على موقع الانستغرام الذي يؤكد أن محرز لن يرحل عن السيتي هذا الصيف. ما يرحلش ما يرحلش، انتو ما تبايكم باللي غادي يروح داخل منا غادي بنا غادي راح، ها راح المهرجان تاع الضحك، ها راح اليونان، ها راح منا، ها راح منا، داخلي منا، خلو الطفل خلو محرز زعف، محرز ضحك، محرز نظراته، محرز غوارديولا، غوارديولا ارتيتا، ارتيتا محرز، محرز منا، محرز راح، محرز محرز كلا، محرز ما كلا، دخلتو له في صوالح ما كاش كاع، وليتو داخلي محرز شاهد محرز يضحك، شاهد محرز رابد حقيبة، شاهد محرز رابد منديل ربما كان يبكي، شاهد محرز يعني مالكم ما صاحبي، هذا لعب تاع كرة قدم، وليتو دايرين عليهم ضغوطات حاسبين، وليتو هدر له هدر على التيرة تاعو، شاي يلعب بالجهة تاعو، صايك انت تهدر انت يا محرز اضحك، زوجة محرز، محرز تصور، محرز متصور بالكرش، محرز بلا كرش. ايش دخلكم توما؟ محرز راح المهرجان، ما راحش المهرجان، شا دخلك؟ انت شا دخلك؟ شا دخلك؟ محرز يأسك انت؟ شا دخلك انت يا شا دخلك؟ اي رب العالية. وأوضح هذا المنشور أيضا أن غوارديولا يريد الاحتفاظ باللعاب ويطمح في تجديد عقده الذي ينتهي في جوان 2023. ويأتي هذا الأمر بعد قيام تيلور وارد زوجة محرز بالرد على السؤال حول قصتها الشخصية على الموقع الانستغرام، حيث أشارت خلالها أن حبها لمدينة مانشستر، ولكنها لن تمانع أي تغيير محتمل بسبب مستقبل النجم الجزائري، لكنها أوضحت أن هذا التغيير لن يحدث قريبا. هذه هي اللعاب الجزائري وقدم مستويات مبهرة مع السيتي خلال الموسم 2021-2022، وساهم في حصد يعني فريقه اللقب بالدور الإنجليزي، ونجح محرز في تسجيل 24 هدف بقميص الفريق، وصنع 9 في 47 مباراة بكل البطولات خلال الموسم الماضي. شوف كيفاش لعب 47 أسبوع. محرز 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 قال لك محرز علاش يطير في السيتي؟ واه محرز علاش يطير في السيتي؟ صح محرز شكون يلعب معاه؟ او تديلو بندبكه؟ او تديلو احتراماتنا للبندبكه، صح ما تديلوش بندبكه وزروقي معاه وديلو منه موراه بالعياده، ها مالك يا ولد عمي، ها وشويه، ها ديلو الصح، ديلو الصح وشوفه طلقت ولد. ها من نقول لكم تزعفوا، ولينا من نقول لكم
الله الا هذه حقيقه. كل واحد يروح، كل واحد يخمم على روحه. رحت له يا بدي اخذ البوزني. والله ما شتا اخويا، والله ما شتا راني نشوف فيها ضربك. امين. سائقة شبح. هذو دروك نشرو لي كومونتير. الأخضر الخميس محمد بن هشام، هشام سيك عبد الرحمن الرحيمي جواد أمام أم آدم سنوسي هادي. انا شفتهم هادو تاع فوتسال شحال خسرو، والله ما على بالي ما تبعتهمش خويا. ما وين اشرح حساب، والله ما على بالي خويا تاع فوتسال انا خسرو، والله ما سمعت بيا انا. تروحين اسمع ليا. المنتخب الجزائري ينهزم امام العراق في بطولة كأس العرب للصالات، شحال خسرو 3-2 في مباراة قيمت مساء يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم. وبهذا الانتصار حجز العراق أول بطاقة تأهل للدور الربع النهائي البطولة، وافتتح العراق تسجيل عن طريق فادي علاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، إلى أن محمد بن ضياف تمكن من معادلة النتيجة للجزائر، وأضاف سفيان مجاهد الهدف الثاني للجزائر بالدقيقة 12 من الشوط الثاني، ونجح سالم فيصل في تسجيل التعادل للعراق في الدقيقة 14. وقبل نهاية بلحظات قليلة منح اللعاب المنتخب الجزائري هدف ثالث لكتيبة الأسود الرافدين بهدف عكسي بعد سوء التقدير في إبعاد. وبهذا الانتصار قفز المنتخب العراقي لصدارة المجموعة الثانية مؤقتا برصيد 4 نقاط بعد أن سبق له التعادل أمام مصر في المباراة الأولى. وتلعب الجزائر أمام مصر غدا الأربعاء في لقاء تحديد صاحب البطاقة الثانية المؤهل للدور الربع النهائي من البطولة. والله ما شفتها هذه، راني نشوف فيها عندك، عندك خويا محمد الخميس، راني نشوف فيها عندك، والله ما شفتها. على بالناش هذه فوتسال قاضبها لاخر، قاضبها كي يسموه قضبها هذاك حكيم الدين، قضبها فوتسال بريزيدو تاعها، داير مع هذاك الصحافي تاع مجويه مغنيه، داك الشيات تاع زتشي هذاك اللي كان كان يضر الويبات يعاير في الحاج. وهاد اليامات راه خازن عند في الفوتسال داوا خزنوه، كان مع بوقره. حسب ما على بالناش عندك اخباركم، كاع اخباركم عندنا. خسروا والله ما على بالي، راني نشوف فيها يا درا تاهلوا ديريكت يا ودي. ما كاش منها قاعد يقصروا عليكم، ما تاعش تاهل ديريكت، ما كاش تاهل، لا الناس تاهلت كملت، الناس تضحك عليكم مصيكه. قاسما ضربوا 22 شهر، اش دخلني في قاسما انا الاخر ايطو، ايطو انا اش دخلني في ايطو، الله يسهل عليه. 20 شهر 40 شهر عندنا فايده، ما عندناش فايده، الله يسهل عليه. شفت واحد قال له دعاوينا يا ودي، ايطو راه من الميتة، هو يلعب، هو يلعب، هو ديما مشاكل. هما خليتو نتوما بلي عنده طفله غير شرعيه، عنده من عنده مصالح داخلين فيهم، احنا ما يهموناش.
حنا نقولوا نيلال كاين ميلب ولا ما كاش ميلب تاع لي شتو. انا هذه يقولوا لنا انا اش دخلني في ايطو انا هضروا على محرز وين محرز محرز قاعد في السيتي قاعد في السيتي كاين اللي يقول لك محرز غادي يروح من السيتي ودي راه قاعد كاين اللي بالسيبه يديه ركبوه ركبوه في الكار جيبوه كارو ركبوه جيبوه